يذهب، ولكن ذهابه لن يعني أنه مستعد للوصول إلى اتفاق. هو تلاعب أصلا بالمفاوضات مرارا وتكرارا، وبالفعل هذه المجزرة الوحشية الغير المسبوقة التي ارتكبت في مدرسة التابعين، وهي مركز إيواء لآلاف من الفلسطينيين الذين هدمت بيوتهم في حي الدرج في مدينة غزة، وهذا هذه الوحشية في ارتكاب المجزرة، تقطيع الناس إلى أشلاء اختلطت ببعضها البعض، هو كان محاولة من نتنياهو لتأكيد أن المفاوضات لن تنجح، بل ربما هو يواصل استفزاز حركة حماس والمقاومة الفلسطينية للرد بوقف المفاوضات. فعل ذلك باغتياله للقائد إسماعيل هنية، وفعل ذلك أيضا باغتيال فؤاد شكر في لبنان، ويفعل ذلك الآن بارتكاب هذه المجزرة. نتنياهو لا يريد اتفاق، يريد استمرار العدوان والحرب. نتنياهو لم يتخلى عن هدفه الرئيسي وهو التطهير العرقي لكل غزة والإبادة الجماعية لأكبر عدد ممكن من سكان قطاع غزة، ونتنياهو يريد أن يجر المنطقة إلى حرب إقليمية، ويريد أن يسحب الولايات المتحدة خلفه لتحارب إيران. هذه خطة منذ 20 عاما وليست أمرا جديدا، ولكن هو يعتقد الآن أنه يستطيع أن ينفذ هذه الخطط. طبعا هو ليس كلي القدرة، وهناك عوامل عديدة تقف في وجهه، ولكن هذه هي خطته الحقيقية. والمجزرة التي ارتكبت بهذا الشكل الوحشي بالطبع لم يكن يمكن أن تحدث لولا التواطؤ الغربي مع نتنياهو، لولا الصمت الأمريكي، مش بس الصمت، المشاركة الأمريكية بتزويده بالقنابل والسلاح، ومشاركة من عدة دول أوروبية كألمانيا وغيرها بإرسال السلاح لإسرائيل. هم أيضا متورطون في جريمة الإبادة الجماعية التي تجري ضد الشعب الفلسطيني. نعم، طب يعني بفهم من كلام حضرتك بأنه في حال حصلت في 15 من آب، يعني يوم الخميس المقبل، جولة مفاوضات أو يعني تمت تلبية الدعوة، برأيك في حال ذهب وفد إسرائيلي من قبل نتنياهو لن يقدم ولن يؤخر، لن تكون مفاوضات حاسمة ولن توصل فعلا إلى صفقة، إلى وقف لإطلاق النار، إلى تبادل أسرى، هي ستكون فقط شكلية؟ بالتأكيد ستكون مناورة شكلية. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يغير هذا المسار في اتجاه مختلف أن تقوم الولايات المتحدة بتغيير موقفها، وأن تضغط على نتنياهو بتهديده بقطع السلاح عنه ما لم يصل إلى وقف إطلاق النار. والإدارة الأمريكية الآن أمام منعطف طرق خطير جدا، إما أن تضغط على نتنياهو وتجبره على وقف إطلاق النار، أو تذهب إلى حرب إقليمية، وهذا سيؤدي إلى برأيي أنا كارثة استراتيجية بالنسبة للجانب الأمريكي وللسياسة الأمريكية على المستوى العالمي. الخيار للولايات المتحدة لولا دعمها وإسنادها لنتنياهو لم وصل إلى هذه الدرجة من الوقاحة، والآن هي الوحيدة التي تستطيع أن تلجمه إذا أراد. طب لكن هل تريد؟ هذا عليه سؤال كبير. يعني كلامك صحيح دكتور، ولكن يعني الأمريكيين أو أمريكا تقود جهود، يعني واشنطن تقود جهود من أجل إنجاح يعني هذه الطاولة المفترض بأنه تعقد منتصف آب، ولكن في المقابل تخصص 3.5 مليار لدعم الإسرائيلي. فهون يبدو واضحا بأنه في هذه الإزدواجية دعوة لوقف إطلاق النار، وبعد تخصيص مليارات الدولارات والأسلحة لمتابعة الحرب، ولكن على أرض الواقع هل فعلا ترى بأن الإدارة الأمريكية يمكنها أن تضغط على نتنياهو وأن تجبر نتنياهو على وقف إطلاق النار؟ يعني سمعنا تصريحات كثيرة، وكانت هناك محاولات كثيرة من قبل الإدارة الأمريكية، ولكن بمكان آخر نتنياهو لا يستمع أيضا لها، وقيل بمكان آخر بأنه مش إسرائيل هي تابعة لأمريكا، يبدو بمكان معين بحسب القراءات بأن أمريكا بمحل معين صارت هي تابعة لإسرائيل حسب ما كنا عم نتابع وما كنا عم نشوف. أولا الولايات المتحدة أعطت إسرائيل مش 3.5 مليار، 23.5 مليار دولار أعطوهم. نعم. على مدار الحرب منذ 7 أكتوبر. لا، عم بحكي عن رزمة هلأ، عم بحكي عن رزمة مبارح. نعم. تم. نعم. 3 مليار مبارح تم تحويله. صحيح، هاي اللي هي جزء من الدعم السنوي العسكري لإسرائيل إضافة إلى 20 مليار دولار الأخيرة.
هذا يعني أن الولايات المتحدة مشاركة في هذه الحرب، مشاركة في الإبادة الجماعية، لأن قنابلها وأسلحتها هي التي تقتل الناس في قطاع غزة. لكن السؤال الأهم، هل الولايات المتحدة تقود إسرائيل ولا إسرائيل تقود الولايات المتحدة؟ طبعا الإدارة الأمريكية والأحزاب الأمريكية تتأثر باللوبي الإسرائيلي. اللوبي الإسرائيلي أنشأ ماكنة رهيبة من الضغط على النواب وفي الكونغرس ومجلس الشيوخ، يستخدم نفس الأموال الأمريكية التي تأتي لإسرائيل يستخدمها لرشوة المرشحين في الانتخابات الأمريكية، وبالتالي التأثير في مواقف أعضاء الكونغرس نحن نعرف ذلك، ويستخدمها أيضا في التلاعب بالرئاسة الأمريكية. لكن هذا لا يعني أن إسرائيل القزم أصبحت هي التي تواجه الولايات المتحدة. لا، الولايات المتحدة تستطيع إن أرادت، ولكن أنا لا أرى أي إشارة أنها تريد. مش بس في رسائل متناقضة بين قيامها بتزويد إسرائيل بالمليارات من الأسلحة ثم الحديث في نفس الوقت عن وقف إطلاق النار، نحن نرى كلاما ولكن لا نرى تغييرا في السياسة الأمريكية حتى الآن. وبالمناسبة لا فرق هنا بين إدارة ترامب أو إدارة بايدن، يمكن إدارة ترامب أشد تطرفا، ولكن في الحالتين السياسة الأمريكية ما زالت هي ترى إسرائيل شريك، ترى إسرائيل جزء من الولايات المتحدة، ترى إسرائيل قاعدة استعمارية للولايات المتحدة. المشكلة اليوم ما الذي يمكن أن يغير الموقف الأمريكي؟ الذي يغير الموقف الأمريكي ليس فقط الحرج الذي تسبب تصرفات إسرائيل، بل أن إسرائيل نفسها أصبحت عبء استراتيجي على الولايات المتحدة، عبء استراتيجي حقيقي. وأنت ترى الآن حتى يحموا إسرائيل، يعني إسرائيل اللي مفروض تكون قاعدة لهم تحمي مصالحهم، هي الآن بحاجة إلى حمايتهم. من مين؟ من المقاومة الفلسطينية التي ليست جيشا أصلا في قطاع غزة. من مين؟ من حزب الله الذي هو حزب مقاوم. من إيران، يعني تنطلق الآن البوارج الأمريكية وحملات الطائرات الأمريكية كلها لحماية إسرائيل من نتائج أفعالها. ولكن على المدى الاستراتيجي هذا يشكل طبعا عبء على الجانب الأمريكي. وهل يمكن هذا الأمر بأنه مثل ما كنت عم بقرأ بالجولة على الصحف أنه الإدارة الأمريكية أن تفكر، طالما عم بتقول حضرتك وعم تتقاطع المعلومات، بأنه باتت إسرائيل أو هذه الحكومة في إسرائيل تشكل عبء على الأمريكيين، هل يفكرون بالإطاحة بنتنياهو؟ المشكلة هي كما يلي: لا يوجد داخل إسرائيل قوة تريد أن تطيح بنتنياهو. اليوم المجتمع الإسرائيلي في بغالبيته أصبح مجتمعا فاشيا، يعني أنت لا تواجه حكومة فاشية فقط بل مجتمع فاشي ومعارضة فاشية. ولا يختلف غانتس عن نتنياهو بشيء في رغبته لاستمرار الحرب، ولا يختلف غانتس، ويعني هو فقط يريد يسترد الأسرى بأسرع وقت ممكن، ولكن هو يريد استمرار الحرب، يريد استمرار الإبادة الجماعية. لا يختلفان معا حتى مع لبيد في رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة. إذا نحن نتحدث عن بنيان داخلي إسرائيلي لن يسمح بتغيير. حتى الآن نتنياهو بدأ يصبح أكثر تقدما في الانتخابات، يعني ممكن لو جرت انتخابات يفوز مرة أخرى. إذا ما هو الحل؟ الحل خارجي، وهذا طبعا نحن لن نتكل على أن تتغير الولايات المتحدة. أنا برأيي الحل هو بفرض مقاطعة شاملة على إسرائيل، بفرض عقوبات على إسرائيل كما بدأت تفعل تركيا، كما بدأت تفعل صناديق استثمار. أكبر صندوق استثمار تقاعدي في بريطانيا قطع علاقاته بالشركات الإسرائيلية، نفس الشيء النرويج. يجب حشد طاقة هائلة عالميا لفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل، ويجب محاصرة العنصرية الاستعمارية العالمية التي تقف الآن إلى جانب إسرائيل. طبعا تبقى ثغرة كبيرة موجودة في الصورة، وهي موقف الحكومات العربية. يعني من المشين والمعيب أن بعض الحكومات العربية ما زالت تحتفظ بعلاقات تطبيع وعلاقات تعاون مع هذه المنظومة الإسرائيلية الفاشية بعد كل المجازر التي ارتكبتها وترتكبها ضد الشعب الفلسطيني. ولو يحدث تغيير آخر على مستوى المنطقة، هذا طبعا سيجعل نفس الولايات المتحدة تعيد النظر في سياساتها بصورة جدية.
دكتور بربوتي، يعني المنطقة تترقب، حتى العالم يترقب، وأيضا نحن معنيون بلبنان بالرد يلي من المفترض بأن يقوم به حزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأيضا الرد الإيراني أيضا على إسرائيل نتيجة اغتيال إسماعيل هنية في طهران. برأيك لماذا تأخر هذا الرد؟ وكيف سيكون شكل هذا الرد؟ لأنه صاروا ملزمين بتنفيذه، لأنه قالوا عدة مرات بأنه هذا الرد آت لا محالة. برأيك كيف سيكون شكل هذا الرد؟ هل سيأخذ المنطقة إلى حرب واسعة أم سيبقى ضمن إطار رد ورد عليه؟ ولماذا تأخر أيضا هذا الرد؟ أولا بتقديري تأخير الرد كان أمرا مفيدا، لأنه وضع المجتمع الإسرائيلي والمنظومة الإسرائيلية كلها في حالة خوف وقلق شديد وارتباك إلى حد ما. يعني اليوم دمرت السياحة الإسرائيلية بالكامل، الطائرات لا تصل إلى إسرائيل، هناك هروب كامل للاستثمارات من إسرائيل. يعني الرد يتحقق الآن عمليا، هذه حالة القلق والهستيريا التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي والخوف الذي ينتشر الآن عبر المنظومة بكاملها وتهجير آلاف مئات الآلاف من مناطق إلى أخرى وإيقاف عمل مصانع وإيقاف عمل مزارع، كل هذه العوامل هي جزء فعليا برأيي من الرد، لأنها تنهك البنيان الداخلي الإسرائيلي. لكن هذا لا يعني أنه لن يكون رد عسكري. أنا برأيي أنه كل من حزب الله وإيران يتحركان ضمن معادلة بين مسارين. المسار الأول بالنسبة لحزب الله هي كيف يمكن القيام برد فعال وقوي ومؤثر ردا على الجريمة التي حدثت ضد باغتيال فؤاد شكر، دون بالضرورة أن يجر ذلك إلى حرب شاملة تدمر لبنان بكامله. لأنه أنا أعتقد أن حزب الله مثل كل اللبنانيين حريص على أن لا يدمر لبنان بالكامل، وهذا ما تحاول أن تقوم به إسرائيل. بس الشيء المهم أن هناك قوة ردع كبيرة هنا، يعني لن تستطيع إسرائيل أن تدمر لبنان كما فعلت في عام 2006 دون أن تدفع ثمنا هائلا قد يؤدي إلى دمار ثلث إسرائيل. نعم. لذلك الردع، قوة الردع موجودة. إذن هناك مساران، مسار الرد الضروري دون بالضرورة أن يؤدي ذلك إلى حرب شاملة. بالنسبة لإيران نفس الشيء، إيران تفهم أن إسرائيل تحاول أن تجرها إلى حرب شاملة لهدفين: لتدمير القدرات النووية السلمية الإيرانية بالكامل كما فعلوا مع العراق، وثانيا لجر الولايات المتحدة إلى أن تقوم هي بالحرب نيابة عن إسرائيل ضد إيران كما فعلوا مع العراق. هذا تطبيق لخطة استراتيجية صهيونية موجودة منذ الثمانينات، كان اسمها في دراسة أصدرها معهد الشرق الأدنى في حينه الاحتواء المزدوج للعراق وإيران. ما هو الهدف؟ تدمير أي قوة موجودة في المنطقة تمنع الهيمنة الإسرائيلية. ولذلك دمروا العراق أولا، والآن يريدوا من الولايات المتحدة أن تدمر لهم إيران. لذلك إيران تتحرك أيضا بذكاء بين مسار الرد على إسرائيل وجعلها تدفع ثمن على مسها بالسيادة الإيرانية وبالجريمة الاغتيال التي جرت، وبين أن لا تقبل أن تجرها إسرائيل إلى حرب شاملة في المنطقة. هنا قد تلتقي مصالح الجانب الإيراني مع الولايات المتحدة، لأنه نفس الولايات المتحدة أعتقد تدرك أن انجرارها إلى حرب شاملة مع إيران يعني تدمير موقع، تدمير مكانتها الاستراتيجية في منطقتين هامتين جدا تخوض فيهما حروب فعليا الآن، وإن كانت حروب هادئة، في جنوب شرق آسيا مع الصين وفي أوروبا مع روسيا. نعم. دكتور مصطفى البرغوثي، أنا بدي أتشكرك لانضمامك لنا لقراءة هذا المشهد. أنا بدي أتشكرك، أهلا وسهلا فيك، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. شكرا لك.